أهلا بيكم يا أصحابي، والنهاردة هناخد مع بعضنا درس جديد اسمه إيه يا ترى؟ اسمه المقارنة بين المجموعات. يلا بينا مع بعض نشوف درسنا الجديد الحلو ده في إيه. عندنا هنا قدامنا مجموعتين، المجموعة الأولى فيها كم كرة؟ 1 2 3، فيها 3 كور. أما المجموعة التانية فيها ولاد، يا ترى كم ولد؟ نعد مع بعض، 1 2، فيها ولدين. طيب هو عدد الكور أكبر من عدد أولاد، ولا عدد أولاد هو الأكبر، ولا الاتنين قد بعض؟ أكيد طبعا واحد منك هيقول لي لأ، أكيد عدد الكور أكبر من عدد الأولاد، عشان دول 3 ودول 2. فتكتب إزاي؟ عدد الكرات أكثر من عدد الأولاد، دول 3 ودول ولدين بس. طيب تعالوا مع بعض نشوف الرسمة الجديدة اللي معانا دي. عندنا كم كورة؟ 1 2 3 4 5، 5 كور. وعندنا 1 2 3 4 5 6، 6 أولاد. طيب أنهي أكبر، الكور ولا الأولاد ولا الاتنين قد بعض؟ أكيد برضو حد منك هيقولي لأ، عدد الأولاد أكبر، أو برضو نفس إجابة عدد الكرات أصغر. فتكتب عدد الكرات لا يساوي، يعني أصغر من عدد الأولاد، يبقى عدد الكرة أصغر من عدد الأولاد عشان دول 5 بس، أما دول ف6. طيب عندنا رسمة تانية جديدة بتقولنا إيه؟ عندنا كم كرة؟ 1 2 3، دول 3 كور، ودول كام؟ 1 2 3، دول برضو 3 أولاد. يبقى أنهي أكبر، الكرة ولا أولاد ولا الاتنين قد بعض؟ لأ، المرة دي بقى الاتنين قد بعض، عشان دول 3 ودول 3. شاطرين يا أصحابي. يبقى عشان نفتكر ومننساش أبدا، يلا بينا نشوف إزاي تتساوى مجموعتين. بيقول لنا لتساوي مجموعتين يجب أن يكون بهما نفس عدد العناصر، يعني نفس عدد الحاجات الموجودة في المجموعة. زي ما عندنا هنا دول حاجتين في المجموعة دي، ودول ولدين في المجموعة دي، في أكان المجموعتين دول متساويين. أما لو مجموعة أكبر يبقى نقول عليها المجموعة دي أكبر من المجموعة التانية، زي ما عندنا في الرسمة اللي عندنا دي. دي تمارين على الدرس. بيقول لنا عدد الزهور يساوي ولا أكبر ولا أصغر عدد الكرات. عندنا كم زهرة؟ 1 2. عندنا كم كرة؟ أدي 1 و2، يبقى دي 2 ودي 2، يبقى هما يساوي ولا أكبر ولا أصغر؟ أكيد طبعا أنتوا شطار فعرفتوا على طول إن هما يساوي، عدد الزهور يساوي عدد الكرات. طيب ده سؤال ليكوا أنتوا يا أصحابي، عدد الزهور يساوي ولا أكبر من ولا أصغر من عدد الأولاد؟ أكيد طبعا انتوا هتعدوا معايا دلوقتي. عدد الزهور 1 2، عدد الأولاد 1 2 3، فيبقى عدد الزهور أكيد أصغر من عدد الأولاد، أصغر من زي ما انتوا قلتوا دلوقتي. يلا بينا نشوف انتوا شاطرين ولا لأ، وحلوا لي السؤال ده. بيقول لنا ايه، الأولاد أكبر من ولا أصغر من ولا يساوي عدد الكرات؟ يلا أصحابي جاوبوا على السؤال الحلو ده، وقولهولي المرة الجاية لما نتقابل في درس جديد. ويلا بينا نشوف الدرس الجديد بيقول ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.